السلام عليكم. دلوقتي هنشوف افضل اداه مجانيه لقيتها لتصدير الاسكادولات بسهوله شديده جدا. ديروت، هقول له شيت لينك. شيت لينك بتعمل حاجات كتير قوي، ممكن نقعد الكاتيجوري تصدرهم لك في جدول اكسل الانوتيشن. تمام، اللي احنا يهمنا منها الاسكادول. تقدر تقول له انا عايز اصدر كل الاسكادولات مره واحده. تمام، تقول له اكسبورت. تمام، لو انت خليتها من غير الفورمات، يعني نصوص بس من غير الوان ولا حاجه خالص، فكده تقدر تعمل لها امبورت تاني بعد ما تعدل الحاجات. لو عملت لها كده خلاص بتصدر وما تقدرش تعمل لها امبورت تاني. هتقول له اكسبورت اكسل، هو بيصدر لك كل الجداول حتى لو 100 جدول في ملف اكسل واحد. تمام، فتقدر تقول له يعني ملف واحد فيه كل الجداول، معماري وانشائي وكهروميكانيكال، فده الصراحه بيكون افضل بكتير بالشكل دوت. وطبعا عندنا لو انت عايز تصدر البروجكت ستاندرد، تقدر تختار كل الحاجات تصدر مره واحده في ملف اكسل. فالأداة دي فعلا أفضل أداة مجانية لأنها للتصدير والاستيراد من الأكسل. الموديل أوبجكت، الأنوتيشن أوبجكت، الأناليتيك موديل.